السلام عليكم أصدقائي، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن الجمعة السوداء. آخر جمعة من شهر فبراير من كل سنة يا جماعة بتسمى عند الغرب بالجمعة السوداء، أما عندنا في بلادنا العربية حديثا بنشيل السواد وبنسميها الجمعة البيضاء، وده نظرا لأهمية يوم الجمعة عندنا. المهم اليوم ده من كل سنة يا جماعة أغلب المتاجر حول العالم بتعمل خصومات بتوصل لـ50 و60 و90% على جميع المنتجات. الحقيقة ده كان يوم عادي جدا لحد ما حصلت ازمه ماليه في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1869، ومن بعد الازمه دي يا جماعه حصلت احداث كانت سبب في تسميه الجمعه دي بالجمعه السوداء. تعال بقى احكي لك على قصه الجمعه السوداء دي وليه بيعملوا فيها الخصومات دي. انا عارف ان مش من عادتي ان اطلب منك تحط لايك قبل ما تشوف الحلقه، بس حرفيا انا محتاج اللايك ده جدا. لا وكمان انا عايز اشوف غلاوتك عندك، فحط لايك وفرجوني بقى الحلقه ده هتوصل كام لايك. بس في نوفمبر 1869 حصلت أزمة مالية ضخمة في أمريكا. الأزمة دي يا جماعة ضربت الاقتصاد الأمريكي وانهارت وقتها البورصة الأمريكية، توقفت الأسواق ودب الرعب بسبب الأزمة دي في قلوب أصحاب المتاجر والمستثمرين. بسرعة جدا ارتفعت الأسعار في الأسواق الأمريكية، وكالعادة في أوقات الأزمات الخوف من المستقبل أو على الفلوس بالتحديد هو اللي بيسيطر على عقول الناس، لأنه كمان بيخلينا نلتزم الحرص في الشراء والبيع، ودي الحاجة اللي بتعيق الاقتصاد في أوقات الأزمات أكتر وأكتر. لكن الحكومة الأمريكية يا جماعة كان ليها رأي آخر، هقول لك أنا إزاي. في بداية الأزمة الحكومة الأمريكية أخذت عدة إجراءات روتينية زي ما أي حكومة بتعمل إجراءات روتينية في وقت الأزمات عشان يتغلبوا بها على الأزمة، لكن الإجراءات الروتينية دي ما جابتش أي نتيجة مع الأزمة دي. فوقتها لجأت الحكومة الأمريكية للحل السحري والسريع وحولت الأزمة دي لتدافع وهجوم على المتاجر بشكل رهيب. هقول لك عملوا كده إزاي. الحكومة الأمريكية أرسلت مندوب سر لبعض المتاجر الكبرى في أمريكا، وحط تحت كلمة بعض دي خطين. المهم الحكومة الأمريكية أرسلت مندوب سر لبعض المتاجر الكبرى في أمريكا، وبعتت رسالة مع المندوب السر ده بتقول لأصحاب المتاجر الكبرى إنهم يبيعوا بضاعتهم بخصومات توصل لـ50 و90%. طبعا اصحاب المتاجر اعترضوا وكانوا في حالة ذهول، ايه الحكومة بتطلبوا مننا ده بتقول لنا خسروا. ولكن الحكومة الأمريكية كان ردها عليهم بهو إن ده الحل الوحيد اللي هيحل الأزمة دي وهيخلي العجلة تمشي من جديد، وقالت لهم كمان إن ده على الأقل خالص هو الحل الوحيد، عشان لو الأزمة زادت أكتر من كده بضاعتكم اللي في المخازن هتفسد ومش هتعرفوا تبيعوها أصلا ولا حتى بربع ثمنها. وخد بقى الكبير ده اللي الحكومة الأمريكية كانت بتلعب عليه، قالت لهم كمان إنها هتعوضهم ماديا عن كل الخسائر اللي هيخسروها بسبب الخصومات اللي هيعملوها دي، يعني كده الناس هتبيع اكتر ومش هتخسر حاجة، اي حاجة هيخسروها الحكومة الامريكية هتعوضها لهم. طبعا المتاجر الكبيرة اللي وصل لها الكلام ده يا جماعة نفذت للطلب منها بالظبط، وحكاية المندوب دي كانت في سرية تامة بين بعض التجار الكبار والحكومة الامريكية، محدش تاني في السوق اخد خبر بيها. وفعلا المتاجر الكبيرة في امريكا اعلنت عن خصومات توصل لـ50 و90% على جميع المنتجات. الخبر انتشر بسرعة في جميع اسواق امريكا، وتحولت المتاجر والشوارع في امريكا من فارغة تماما وفي حالة خوف وحرص شديد لشوارع مزدحمة جدا. لا وكمان ايه، الناس اللي كانت خايفة على فلوسها دي كانت بتتخانق على المشتريات، وعلى الجانب الاخر كانت الخدعة الامريكية في طريقها السليم، وهي ان اصحاب المتاجر اللي ما راح لهمش اوامر بالبيع بالخصومات وان الحكومة الامريكية هتعوضهم عن الخصومات دي وقفوا في حالة ذهول. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ازاي الناس دي بتبيع كده؟ فبسهولة وقعوا في فخ وخدعة الحكومة الامريكية. فاصحاب المتاجر دول قالوا احنا كمان لازم نعمل خصومات زي الناس دي ما بتبيع، ونبيع ونشتغل زي الناس دي. وفعلا باقي المتاجر في جميع انحاء امريكا كنوع من انواع المنافسة اعلنوا هم كمان عن خصومات فورية على جميع المنتجات، خصومات توصل لـ90%. وانتهى هذا اليوم وكل المتاجر خالية من البضاعة، وانتهى هذا اليوم وكل المتاجر خالية من البضاعة، وكل الناس نسيت الأزمة اللي حصلت ورجعت بسرعة سكة المستثمرين تاني في أمريكا، وبدأت العجلة تدور حتى لو كان لها ضحايا الطيبين اللي ما جالهمش أوامر من ماما أمريكا إنهم يبيعوا وهياخدوا الخسائر اللي خسروها. الناس اللي كانت مفكرة إن التجار الكبار بيبيعوا كده بخسارة وخلاص.
بس يا سيدي، ومن بعدها التزم كل التجار في نفس اليوم ده من كل سنة انهم يعملوا خصومات كبيرة ويبيعوا اكتر، واللي عنده بضاعة قديمة او بضاعة متتباعش يظهرها ويعرضها في اليوم ده ويعمل عليها خصومات كبيرة جدا. وبدأت الفكرة دي تنتشر من امريكا لبريطانيا لالمانيا لفرنسا لحد ما اصبح اليوم ده عالمي، بعد ما بدأ من امريكا وانتقل بعدها لدول اوروبا، ومن بعدها بدأ ينتشر لباقي دول العالم لحد ما وصل حديثا لبلادنا العربية. اما سبب تسميته بالجمعه السوداء يا جماعه، فده ما كانش اسمه في بدايه الامر، ولكن مع التزام الاسواق كل سنه في نفس اليوم ده بالتخفيضات دي كانت بتحصل زحمه رهيبه في الشوارع والاسواق، كان في ناس كتير بتموت في اليوم ده، كان في ناس بتموت وبتتعور في اليوم ده بسبب الاندفاع وبسبب الخناق على المنتجات وداخل الاسواق. فبالتالي الشرطه في امريكا كانت بتواجه صعوبه كبيره جدا في تامين البلاد في اليوم ده، فكان ده يعتبر بالنسبه للشرطه اكتر يوم مرهق. فكان نوع من انواع الهزار احد افراد الشرطه اطلق على اليوم ده اسم الجمعة السوداء. بس يا سيدي، ومن بعدها انتشر الاسم ده داخل الشرطة، ومن بعدها بقى بدأ ينتشر من الشرطة لباقي أمريكا، ومن باقي أمريكا لباقي دول العالم، ومن باقي دول العالم لبلادنا العربية. بس خد بالك، مع دخوله لبلادنا العربية اطلقوا عليه التجار اسم الجمعة البيضاء، وده لأن يوم الجمعة في بلادنا العربية زي ما احنا عارفين يعني ان ده يعتبر يوم مقدس بالنسبة لنا، وسواء كنت مسلم او مسيحي فاحنا في بلادنا العربية عندنا انطباع كده ان اليوم ده مقدس ويعتبر يوم عيد او يوم مهم عندنا كلنا، يعني احنا عندنا اليوم ده ذات طابع خاص مش زي الغرب. بس يا سيدي كده خلصنا الحلقة، بس كده خلصنا كلام، انت بقى عندك كلام عايز تقوله لي قوله في كومنت يا نجم، واخبط اللايك الجميل يا نجم عشان احبك، واعمل شير عشان احبك برضه نجم. انت مش هتخسر حاجه لو عملت شير للحلقه، يعني مش برقص هنا، انا بقول لك معلومه محترمه، وانت يا جميلتي العزيزه لو عملت شير لكل حلقه عندك في جروبات الواتس انت هتنعنش القناه وربنا. بس كده كفايه هزار، خلصنا، بس استنيني بقى في حلقه جديده.